من بداية العمليات العسكرية على قطاع غزة وتقريبا خدمة الاتصالات والإنترنت غير مستقرة تماما، يوم الجمعة والسبت اللي فاتوا قامت قوات الاحتلال بقطع الإنترنت والاتصالات على أهالي قطاع غزة وعزلت القطاع تماما عن العالم. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن اللي حصل في شبكات الاتصالات والإنترنت من الدكتور إسحاق صدر وزير الاتصالات الفلسطيني اللي بينضم لنا عبر التليفون. صباح الخير دكتور، بداية طمنا على أهالينا في غزة. الله يسعد صباحكم. الحمد لله، يعني الوضع صعب جدا، الجرائم الإسرائيلية لم تتوقف من استهداف البشر والحجر وكل ما يعني هو في غزة مستهدف من قبل هذا الاحتلال. أكيد. طيب دكتور إسحاق، هل عادت شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل طبيعي كما كانت في السابق ولا دلوقتي بشكل متقطع؟ بداية يعني في خلال ال 21 يوم من بداية الحرب تضررت البنية التحتية للاتصالات في داخل القطاع، ولكن في اليوم 22 أقدم الاحتلال على ارتكاب جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه بأنه قطع المسارات الدولية التي تمر من خلال أراضي 48، وفي هذا ارتكب جريمة يعني نكراء لأنه هذا محرم دوليا التلاعب في هذه المسارات. انقطعت الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة في خلال اليومين اللي ما بعد يعني فصل هذه المسارات. كان هناك تحرك يعني كبير على عدة اتجاهات، الاتجاه الدولي والمنظمات الناظمة لقطاع الاتصالات، كان هناك اتصال مع الأحبة والإخوة في جمهورية مصر العربية، وكذلك مع الشركات التي تقوم بتقديم خدمات الإنترنت والاتصال من خلال الأقمار الصناعية. في بعد قطع المسارات بتقريبا يومين أعاد الاحتلال وصل هذه المسارات، وعادت الاتصالات كما كانت عليه قبل قطع هذه المسارات. يعني شبكة الاتصالات الأرضية والخلوية متضررة، وهناك يعني الأضرار التي لحقت من إما تدمير لهذه المواقع الحساسة أو عدم توفر الكهرباء لتشغيلها أو عدم توفر الوقود لتشغيل المولدات التي تقوم بتشغيلها. عادت يعني كما كانت، ولكن كل يوم الشبكة تتضرر أكثر، وهناك يعني مناطق إضافية تضاف إلى المناطق التي لا يوجد فيها اتصالات أو خدمات إنترنت أو كلاهما. كان هناك مناشدات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاجز متعددة بتطالب بالدعم اللوجستي وإن يبقى في ستارلينك مفتوح يعني للإنترنت واستخدام الساتلايت لدعم الإنترنت. هل أصلا البنية التحتية مجهزة وهل في وقود وكهرباء يقدروا يسمحوا بحاجة زي كده؟ يعني بداية هاي الخدمات إذا أتيحت لنا ما راح تكون لكل المناطق، هي إحنا سعينا إنه تكون يعني هذه الخدمات للمناطق الحساسة والتي يعني تعنى بعمليات الإغاثة و يعني لتوزيعها بشكل خلينا نقول يعني مقبول، حتى يكون هناك وسيلة اتصال، لأنه عندما قطع الاتصال لم يكن لدينا أي وسيلة للتواصل مع أهلنا أو يعني الاطلاع على ما تقوم به آلة الدمار الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. يعني كان الهدف منها يعني، لكن كما يعني تابعنا كان هناك من خلال تواصلنا مع شركة ستارلينك كان هناك يعني استجابة إيجابية في ساعات الصباح في يعني قبل يومين، ولكن في ساعات ما بعد الظهر يعني رجعوا وحكوا لنا يعني انهم راح يقدموا هذه الخدمات فقط للمؤسسات الاغاثيه الدوليه المعترف بها. هذا التراجع من شركه ستارلينك جاء نتيجه التهديد الذي وجهته وزاره الاتصالات الاسرائيليه للشركه بقطع العلاقات معها، فكان هناك يعني
تراجع من قبلهم. حاليا احنا مستمرين في تامين يعني ما يلزم من تجهيزات ارضيه، ونسعى من خلال المؤسسات الدوليه والاتحاد الدولي للاتصالات لادخال هذه يعني التجهيزات التي يعني تلزم لتشغيل هذه الخدمات. اكيد. طيب دكتور اسحاق، برضو شركات الاتصالات المصريه قالت في نفس التوقيت ان هي هتعمل ابراج للتغطيه بالقرب من الحدود، هل ده جايز اصلا انه التغطيه تصل بالفعل لقطاع غزه ويكون في اتصالات؟ يعني احنا في لاحظنا كمان انه مش بس يعني التعدد، لاحظنا انه التغطيه من الشبكات المصريه يعني بينت في كثير من المواقع المتاخمة للحدود، وهذا كان يعني أحد أسباب تراجع الاحتلال، إنه يعني الشركات المصرية والإخوة على المستوى الرسمي في جمهورية مصر العربية استجابوا لندائنا في عملية تقوية بث الشبكات في اتجاه الأراضي الفلسطينية. على المستوى الرسمي يا دكتور، يعني كان في اتصال بينكم وبين وزارة الاتصالات المصرية؟ طبعاً كان إلي حديث من أول ساعة في قطع المسارات الدولية مع معالي الدكتور عمرو طلعت، وطلبت منه تقوية بث الشبكات وفتح خدمات التجوال الرومينج للشرائح من الشركات الفلسطينية اللي بيملكها معظم المواطنين في قطاع غزة. هذا الأمر يعني على الأقل يعطينا يعني فسحة بأن المناطق المتاخمة للحدود المصرية يقدر المواطن يتواصل، يستخدم الإنترنت وما إلى ذلك من الخدمات. إحنا كان هدفنا أنه يكون عندنا أكثر من وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي حتى ما تغيب صورة الدمار وإمكانية الاستغاثة عن أهلنا في قطاع غزة. أعتقد أنه هذا كان أحد الأسباب في تراجع الاحتلال ووصله للمسارات الدولية حتى ما يتحكم هو لوحده في المشهد. دكتور إسحاق، احنا شايفين تعطيل ممنهج للبنية التحتية الرقمية في قطاع غزة مستمر ودائم من قبل سلطات الاحتلال، ليه؟ نعم، لأنه يعني الفجوة الرقمية اللي الاحتلال بسعى انها تكون موجودة بيننا وبينه وبين العالم، يعني هي يعني احد السبل للرقي بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني شعب حيوي وشعب نشيط وشعب مبدع، وهناك يعني مئات بل الوف من المبرمجين والمرمزين الفلسطينيين الذي لهم بصمة كبيرة في هذا المجال. هذا جزء مهم جدا، لانه جزء يعني يعطي استقلالية اقتصادية للشعب الفلسطيني. فمحاربتهم في شبكات الاتصالات والخدمات البنية التحتية للبنية الرقمية، هذا يعني هم بحاولوا انه يأخروا فلسطين عن يعني السير قدما مع بقية انحاء العالم. احنا كمان هذا شدناه على مستوى تشغيل خدمات الجيل الرابع والخامس. يعني أكثر من 8 سنوات الاحتلال الإسرائيلي يماطل في عملية يعني منح الترددات وتشغيل هؤلاء الجيلين. يعني إحنا هذا شفناه. قطاع غزة يعني الشبكات الخلوية تعمل على الجيل الثاني. يعني هذا يعني شيء مخزي ومخجل وعيب على كل العالم، لانه المنطقه الوحيده على الكره الارضيه اللي خدمات الموبايل فيها على الجيل الثاني هي قطاع غزه. طيب، محاولات الاستهداف اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بكل تاكيد مش هدفها هو قطع الاتصالات او التواصل فقط، في اكيد امور متعدده مبنيه على قطع الانترنت وتدمير البنيه التحتيه الرقميه. نعم، هي جزء من الحرب الإعلامية أيضا، لأنه عند غياب الإنترنت يعني تغيب صورة الجرائم ويتم تكميم الأفواه. هذا يعني هذا جانب. الجانب الأهم أنا يعني أعتقد إنه موضوع الاستغاثة عندما يعني غابت الاتصالات عن غزة، لم يكن هناك أي وسيلة لطلب الاستغاثة أو الاستجابة من
المؤسسات الإغاثية للقيام بواجبها اتجاه الملهوفين و يعني المحتاجين للإغاثة. سمعنا أن سيارات يعني الإسعاف يا فندم كانت بتتابع أماكن القصف وتتحرك تلقائيا. يعني كان صعب جدا أنه تحدد يعني المسار تبعها أو تتلقى ما هو مطلوب من المستغيثين. أكيد في كتير من النشطاء كانوا بيتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي في مرحلة ما قبل استهداف أو مرحلة ما قبل قطع الإنترنت أنهم بيخافوا يردوا على الناس وعلى أهليهم في الخارج، لأنه مجرد لما بيردوا عليهم بيتم استهداف المكان اللي هم موجودين فيه. يعني كل شيء مستهدف، هذا احتلال بغيض، هذا احتلال يعني يمارس الغطرسة والعنجهية، كل شيء مستهدف عند الشعب الفلسطيني. يعني مجرد تغريدات على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نرى انه يتم استهداف صاحبها، يعني ليس فقط في قطاع غزة وانما في الضفة الغربية وفي القدس وفي داخل فلسطين التاريخية في اراضي 48، كل فلسطيني مستهدف. حتى يعني في ظل توفر وسائل الاتصال والانترنت، ولكن هناك حرب على المحتوى الفلسطيني. يعني نحن نواجهه بكل ما أتينا من قوة، لأن صراعنا مع هذا المحتل هو صراع على الرواية. هم يريدون أن تكون روايتهم هي المنتشرة، ولكن الرواية رواية الحق الفلسطيني في أرضه وفي حقوقه بكل تأكيد هي يعني هي الحق الفلسطيني الذي يعني لا يوجد أي يعني أي مجال للتشكيك فيه. احنا كمان حرب متعددة الأشكال والأسلحة والاتجاهات. ويعني نحن كشعب فلسطيني نحن سنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بترابنا، وكل محاولات التهجير التي يعني وقفت جمهورية مصر العربية بشكل صلب أفشلت هذه المخططات التي يعني حاولوا بشتى الوسائل ضغط على جمهورية مصر العربية لتهجير أهل غزة إلى سيناء. وسنبقى يعني بالتكاتف العربي صامدين على أرضنا متمسكين فيها، لن تتكرر النكبة. نحن إما أن نموت على ترابنا أو نبقى عليه أحياء رافعين رأسنا بهمة الشرفاء من أهلنا في الأقطار العربية وبدعم من عمقنا العربي والثبات على الثوابت الفلسطينية والحقوق الفلسطينية. كل الشكر ليك دكتور إسحاق صدر وزير الاتصالات الفلسطيني، كل الشكر لحضرتك.